طيب، يعني في إطار حديث حضرتك، رسول عليه الصلاة والسلام استعان طبعا بحسن الظن بالله، ثم حسن التخطيط. صحيح. خلينا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين إزاي ده حصل. شوفي، هقول لحضرتك، إحنا عندنا مبدأ في القرآن الكريم، لما تتتبعي التخطيط ده هتلاقي الاهتمام المبالغ، وهي مبالغة حسنة في العدد والإعداد. ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وبعدين يقول لتعلموا عدد السنين والحساب، فكل شيء لابد أن يكون مدروسا. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا عندنا رحلتين أعظم من بعض، عندنا رحلة الهجرة وعندنا رحلة الإسراء والمعراج. اللي كان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء وعاد إلى الأرض ولم يزل موضع جنبه دفيئا، كان قادرا أنه يوديه المدينة في غمضة عين، لكن الدنيا لم توضع على هذا النظام. وده لازم نقوله ونعلم به نفسنا ونعلم به الناس اللي عايزة. أنا لما يعني مثلا يقول إيه، أنا الحاجة بإخلاصي وكذا أقول للحاجة تتعمل على طول، ده ربنا لو أراد، ما هو ربنا لو أراد ما فيش زمن من أساسه، بس هو حط لك نظام، نقدم المشيئة لكن لازم لابد من السعي. هو حط نظام سبحانه وتعالى لهذه الحياة لا تستقيم إلا به. ما تقسش قوانين الآخرة على قوانين الدنيا. في الآخرة إن شاء الله ربنا يوعدنا جميعا في الجنة، لا يطلب المنعمون، اللي يجي على باله بيحضر. ده نظام في عالم آخر، لكن في الدنيا بنيت على هذا، الدنيا بنيت على إعداد وعلى تخطيط وعلى التماس الوقت. وكان المسلمين في الهجرة يتحينوا الأوقات، إنه بالليل في الوقت اللي ما يقدروش يعني قريش تبقى منتبهة فيه خفية، وكان اللي يمسكوه فيه يسيب أهله يسيب فلوسه، يقولوا له يعني قالوا أنت جئتنا صعلوقا لا مال لك. فبالضبط، ويقول لهم طب أترون إن تركت لكم مالي أنتم خلاص ماشي اتفضل سلام عليكم. إذن دي مسألة. فالإعداد والتخطيط لأي أمر مهما كان صغيرا هو السبيل إلى النجاح فيه وإلى إنجازه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا درسا مهما جدا، وهو درس القوة من دروس الهجرة. هو ليه هاجر سرا صلى الله عليه وسلم؟ فقط علشان الضعفاء اللي هيهاجروا في السر، فما يجدوش في نفسهم الحرج، ويعني ان هم مسافرين كده خفية وبتاع. لكن يجي واحد زي سيدنا عمر ويقف في وسط الحرم بالنهار وصوته بأعلى صوته ويقول من أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجه أو ييتم ولده فليلقني خلف هذا الحرم. ليه قال كده؟ إنه قوي. القوة في الدين ده عايزنا أقوياء لسببين. السبب الأول إن القوة استقلال. أنا لما أبقى قوي أقدر أعمل اللي أنا عايزه. وبعدين يجي بقى التهذيب والدين وكذا يهذب سلوكي، بس المهم إن أنا لما يهذب سلوكي وأحب أعبد ربنا وأعمل خير ما لاقيش واحد فوق راسي يقول لي لأ. الحاجة الثانية إنه المسلم حين يكون قويا سيرحم. إنه خلي بالك أنت ما تضمنش، خلي القوة معاك عشان أنت هتستخدمها على منهج ربنا. فنلاقي سيدنا عمر يهاجر في وضح النهار، وسيدنا حمزة يشج رأس أبي جهل ويقول له كيف تسب محمدا وأنا بديني، وهكذا.